السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات أم آدم. وش راكم خياتي؟ إن شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا ومرحبا بكامل البنات اللي تحقوا بقناتي. اليوم خياتي جيتكم باقتراح جديد، وصفة سهلة واقتصادية كما عودتكم دايما. اليوم راح نديرو ميني كيك شكل جديد، وصفة رائعة وسهلة وتوجدوها في وقت قصير. قبل ما ندوز حبيباتي نعطيكم المقادير. لأول مرة تشوف قناة تاعي نطلب منها تشترك وتفعل الجرس باش يلحقها الجديد. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تبخلوش عليا حبيباتي، خلوا لي جام كومونتير. نجوزو حبيباتي نعطيكم المقادير. نحتاجو خياتي الكاس غير ربع تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الحليب، 3 مغارف كبار تاع كاكاو. من الاحسن يكون الكاكاو البني كما نقولكم دائما، لانه هو اللي فيه ذوق شباب. عندي 2 حبات بيض، عندي باتا ياغورت كريم ديسير شوكو، عندي مغرف لافاني، ونحتاج كاس ونص تاع فارينة حتى الكاس 2 كيسان غير. بعد دوك نكيل معاكم ونعطيكم الكيل سوا سوا. عندي باكي تاع خميرة تاع الحلوة والقرصة تاع الملح. نبدأ في طريقة التحضير. أول حاجة خياتي نحط البيض ونحط لافاني والقرصة تاع الملح. شوفوا شحال حطيت الملح، ماهوش يبان كامل، القرصة صغيرة برك باش تعدل لنا الذوق. هذا نخلطهم مليح شويه. هنا تقدروا تستعملوا الباتور خياتي، سينو هكذايا برك غير بالفويه راح تكفي. نحط الكاس غير ربع كاس السكر ونخلط مليح مليح حتى يدوب لي السكر مع البيض. بعد ما خلط السكر مليح مع البيض ندير نص كاس تاع الزيت. نحط نص كاس تاع الحليب ونحط البطاطا كرانديسا شوكولا. راح تمد ذوق رائع للميني كيك تاعنا، راح يجيو بذوق شوكولا، يجيو بزاف بنان. نخلط مليح. الان خياتي شوفوني عمرت كاس تاع الفارينة، راح نحط الكاس الاول راح نغربلو. نحط معاه 3 مغارف كبار تاع الكاكاو، ونحط معاه الكيس تاع الخميرة. نخلط مليح. هنا راني عمرت الكاس الثاني تاع الفارينة كما راكم تشوفوا. دوك نشوف شحال نزيد نحتاج من الفارينة ونعطيكم الكيل سوا سوا. نزيد الفارينة هنايا، راه يتبان لي انه نزيد غير نص كاس فارينة، منزيدوش كامل الكاس. نخلطها مليح. فوالا خياتي، هذا هو الخليط اللي نحتاجه انايا. فوالا كيما راكم تشوفوا الخليط هنايا ما يكونش ثقيل، يكون خفيف شويه ان شاء الله يكون يبان القوام تاع العجينه تاعي. نخلطها مليح مليح. دوك في هذه المرحله خياتي نشعل الكوشه ديالي على 160 درجه، نخليها تسخن ونروح نجيب لي مول دياولي باش نعمروهم. راني وليت معكم خياتي، راني حضرت لي مول دياولي. انا هذا هو الشكل اللي حنخدم به، هاد لي مول صغار. تقدروا نتوما ديروها خبزه كبيره الا ما كانش عندكم هاد لي مول، راح تجيكم تانيك شابه وتجي بنينه. هنا راني درت له الزبده والكاوكاو، كان عندي محمص ومرحي. نتوما تقدروا ديروا غير الزبده والفارينه ولا الزيت والفارينه، يعني يبقى لكم الاختيار. هكذا تاني راح يزيد مدي تاني ذوق الكاوكاو، وراح ما يخليش الكيك تاعي يلصق لي في المول، سورتو الا كانوا لي مول يلصقوا. راح نعمر المول ديالي، نخلي غير الربع، راح نعمرو فوق النص شويه باش يبقى لي ليسباس هكذا وين يطلع باش ما يفيدليش يخرج لي من المول. كيما هكذا دوك انا نكمل نعمرهم، نحطهم يطيبوا على 160 درجه حتى 200 درجه. تنتم يطيبوا لي ما ياخذوليش الوقت في الطياب. دوك كي يطيبوا نقول لكم شحال شدوا لي الوقت. نطيبهم من التحت ونزيد نطلعهم للفوق، نشعلهم الفوق غير شويه برك باش ينشف الوجه ديالهم، ونرجع معكم فيما بعد باش نكملوهم.
انا رجعت معكم خياتي بعد ما طابوا لي ميني كيك توعي. شوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله، ويعطيكم يعني شوفوا تعطيكم كميه كبيره هذيك الكيله اللي درناها. هام لك لي ميني كيك توعي كيفاش خرجوا. هذا الوجه الفوقاني وهذا من تحت كيما درنا لهم الكاوكاو كيما راكم تشوفوا، يخرجوا روعه. شوفوا وخفاف، يجوا اسفنجيين من الداخل. احنا راح نبدا التزيين تاعهم معاكم. نص راح نزينو بالشوكولا، دوك نوري لكم كيفاش ذوبت الشوكولا هنايا بالماغي، ونص راح ندير له تزيين واحد اخر. نعطيكم هنايا برك فكره كيفاش تزينوا خياتي، وانتم يبقى لكم الاختيار. كيما ديما نقول لكم التزيين ما تتقيدوش يعني بالتزيين اللي حنديرو انايا، انتم ديروا التزيين اللي تحبوه. عندي هنايا كيما قلت لكم كيما راكم تشوفوا شوكولا عاديه، درت لها غير ملعقه تاع زيت وذوبتها في بالماغي. راح نحطها فوق الميني كيك ديالي. هادو يعني اللي يحبوا الشيكولا. ودوك راح نوري لكم الكميه اللي قعدت لي كيفاش راح نزينها. فوالا نغطيهم كامل هكذايا بالشوكولا ونخليهم حتى ينشفوا. من بعد ان شاء الله نرجع معاكم خياتي نكملوا الجزء الثاني. الكميه الاولى كما شفتوا معايا درت لها شوكولا وخليتها تنشف، والكميه الثانيه هنا اللي ما يحبوش الشوكولا راح نعطيكم اقتراح، ديروا لها هكذا سكري غلاس راح يجي الشكل تاعها بزاف شباب. وهنايا في لابوش عندي لا شانتيي، طلعتها كاس غبرة شانتيي مع كاس غير ربع نتاع ما تاع حليب عفوا، ولا ما الا حبيتو. انا درت الحليب يكون بارد مليح باش تطلع لكم لا شانتيي تاعكم تمتم. فوالا بهالطريقه. وراح نزين في الوسط بلا شانتيي. فوالا بهذه الطريقه راح نزينهم في الوسط بالشونتيي، راح يجي الشكل تاعهم بزاف شباب. نكمل التزيين تاع الميني كيك ديالي ونوريه لكم ان شاء الله في صحن التقديم. انا رجعت معكم خياتي بعد ما كملت زينت الميني كيك ديالي، كان هذا هو الشكل تاعهم. هنا حبيباتي راح تلاقين على فيديو تاعنا اليوم. نتمنى تكون الوصفه تاعي عجبتكم، ولا عجبتكم تبخلوش عليا خلو لي لي جام ولي كومونتير حبيباتي، واللي مازال ما اشتركش تشترك وتفعل الجرس باش يلحقها الجديد. هنا هذا الشكل حبيباتي كما وريت لكم قبيل. هنا درت لهم شوكولا وزينتهم بالشوكولا البيضاء، خطوط من الشوكولا البيضاء ولا شونتيي. راكم تشوفوا كيفاش جاو الشكل تاعهم زي الشباب، بشكل راقي يعني يخرجوا روعه. حتى في البنه يجوا بزاف بنه، لانه درنا لهم كريم ديسير بذوق الشوكولا كيما راكم تشوفوا. وهادو اللي ما يحبوش الشوكولا تقدروا تزينوها غير هكذا بسكري غلاس وشويه شونتيي، راح تعطيكم ذوق ولا اروع، تجي بزاف بنينه. هنا درت لهم لمسه برك خفيفه تاع الكاكاو فوق لا شونتيي. فوالا حبيباتي نتمنى تكون عجبتكم، وما تبخلوش عليا خياتي، خلو لي جام او كومونتير هكذا تشجعوني نزيد نحط لكم وصفات واحد اخرين. الى اللقاء حبيباتي، الى وصفه قادمه ان شاء الله. تهلاو في روحكم.